دعونا نعطيكم بعض التطبيقات البسيطة الآن في العيش في البعد الرابع. تطبيقات بسيطة. وأنت تتحرك في بيتك، ترى نفسك تخترق الجدران بسهولة. هذا تمرين. التمرين الآخر، أثناء تمددك على سريرك، هذا تمرين مهم جدا جدا، أثناء تمددك على سريرك تبني صور، وإنك، هذا نقصد أثناء تمددك على السرير تبني صور، وأنت تخرج من جسدك، أنت متمدد على السرير تبني صور، وأنت تخرج من جسدك وتتمشى وتدخل المطبخ وتعد كأس من الشاي. دعونا نسمي هذا الشخص أنت الثاني، وليس هذا فقط، هناك أيضا أنت الثالث. أنت الثالث يخرج من جسدك الذي هو متمدد على السرير ويفتح الباب الرئيسي لبيتك، ويخرج أنت الثالث ويخرج يتمشى في المدينة. أصبحتم ثلاثة، وليس هذا فقط، تبني صور وأنت الرابع، هذا أنت متمدد على السرير. أنت الرابع يخرج من جسدك، يسافر إلى محطات في أبعاد أخرى، وفي هذه الأبعاد الأخرى هناك أنت تلتقي الرابع، أنت الرابع تلتقي بأحد أقربائك الذي غادر الأرض، وتتمشون في حديقة جميلة جدا جدا جدا، وتتحدثون في أمور معينة وبسعادة تامة، هذا أنت الرابع. ليس هذا فقط، أنت الخامس. أنت الخامس، هذا الخامس لا يخرج منك المتمدد على السرير، وإنما تبني صور. أنت الخامس هو أساسا موجود في كوكب بعيد عن الأرض. نكرر مرة أخرى، هذا نقول أنت تبني صور وأنت ما تزال متمدد على السرير. أنت الخامس يعيش موجود في كوكب بعيد عن الأرض، يأتي لزيارتك بمركبته الفضائية، وترى مركبته الفضائية تهبط أمام بيتك، يخترق جدران بيتك ويلتقي بمن؟ ننتبه الآن، يلتقي بأنت الثاني، يلتقي بأنت الثاني الذي يعد الشاي في المطبخ، وأنت الثاني يفرح كثيرا برؤية أنت الخامس، ويجلسون معا، أنت الثاني وأنت الخامس في الصالة تتحدثون، وأنتم في قمة السعادة. تطبيق آخر، أنت تشاهدني الآن وأنت تشاهدني الآن تبني صور، أنت تكون الثاني يخرج منك، هذا أنت الثاني يخرج منك، يخرج خارج بيتك ويحلق بمركبته الفضائية فوق الأرض، هذا وأنت تشاهدني الآن. تريد أن نقول أخواني وأخواتي، في البعد الرابع تنتهي كل محددات الزمن والمسافة تماما. إذن ماذا لو أنت تعاني من مرض معين؟ هذا نقصد في البعد الثالث. الجواب، بالطبع عندما تعيش في البعد الرابع أنت تشفى تماما. أقضي وقت وتصور، أي ابني صور بأحاسيسك وبمشاعرك، إنك ليس هذا الجسد. تبني صور هكذا بأحاسيسك وبمشاعرك، إنك ليس هذا الجسد وليس هناك أي أمراض. تعيش في البعد الرابع حيث الصحة العظيمة والسعادة والفرح العظيم، تتمدد على السرير وتغلق عينيك وتستمع إلى أحد الموسيقى الاسترخائية موجودة في قناتنا، تستمع إليها، تعيش في البعد الرابع، تبني صور وأنت في كوكب جميل جدا جدا، وحولك ملائكة يباركوك، وترى جسمك هناك في هذا الكوكب الجميل، حولك ملائكة يباركوك، ترى جسمك شيئا فشيئا شيئا فشيئا يتغير
ويصبح أكثر قوة وأكثر روعة، وكل أعضاؤك تتغير. نعم، كل أعضاؤك الجسمية تتغير، يصبح لديك ليس قلب واحد بل قلبين ضوئيين، عظام جديدة ضوئية، عضلات جديدة ضوئية، ظهر وأطراف جديدة ضوئية، عمود فقري ضوئي، كل شيء في جسمك يصبح جديدا، وأنت تعيش بوعي أنك تشع ضوءا.